السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. طبعا في هذه الحلقة معي ثلاث فقرات ممتعات. طبعا في البداية أحب أرحب في الفقرة الأولى اللاعب أحمد نبيه، لاعب نادي الأنصار اللبناني. أهلا وسهلا كابتن أحمد، أخبارك إيه؟ ربنا يعزك، نورنا في الاستوديو. ربنا يعزك. ومعانا طبعا الاداري الشهير، الاداري الجيد، الكابتن محمد تريكا، اداري نادي المصري السلوم. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا وسهلا كابتن. نورنا كابتن محمد. ومعايا طبعا اللاعب الجميل، اللاعب الجيد، اللاعب مواليد 2002، لاعب نادي الزرقاء الرياضي، اللاعب احمد فوزي السيد ابو طالب. اهلا وسهلا. اهلا بك كابتن محمد. نورنا حبيبي. الله يخليك. طبعا في البدايه، طبعا قبل ما ابدا حديثي في هذه الفقره، أسرة البرنامج بتنعي وفاة طبيب الغلبة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم، وإن شاء الله طبعا ربنا يرحمه ويتغمده في فسيح جناته. طبعا في البداية معي الكابتن أحمد رضا نبيه، لاعب نادي الأنصار اللبناني، وطبعا عايزين نتكلم عن الاحتراف الخارجي وما له وما عليه. طبعا نموذج من نماذج الاستثمار الرياضي او اللاعبين الجيدين اللي سافروا بدون اي وساط او بدون اي مقابل. فطبعا هتشرح لنا يا احمد طبعا البدايه كانت ازاي واحترافك وبدات فين في مصر. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. احب ابدا كلامي الاول بالشكر. انا طبعا كبدايه بدات في البدايه في ناشئين الانتاج الحربي، كانت بدايه. تمام. وبعد كده كملت معاهم سيزون واثنين، وبعد كده رحت المنصوره لعبت فيها سيزون. تمام. كان بدا بقى ايه الكلام، الاضواء بدا اظهر شويه، وبدا يتكلموا معايا في الوكيل لعيبه اللبناني اسمه وليد مطرش، بدا يتكلم معايا في فكره الاحتراف. شفت له بعت له فيديوهات ولا شافك ازاي ولا طريقه يعني التواصل كان ازاي؟ ما هو ايه يعني كان حد وسيط في مصر بيعرفه، فهو اللي اقترع عليا فكره الاحتراف. انا ما كانش في دماغي خالص. تمام. يعني انا كبدايه كنت بلعب عادي، مش في دماغي حاجه. انت مركزك ايه الاول؟ انا مهاجم، راس حرب. ايه، واحيانا بلعب طرف يعني، بس هو بالارجح كل الكوتشات بيرجحوا ان انا العب في اساسي يعني. طبعا فهو عرض عليا الموضوع الاحتراف بره وكده، فانا قلت له ما عنديش مشكله. تمام. بدا بقى ايه يحط الفكره براسي، فرج، شوف، عملت فيديوهات، بعت له السي في بتاعي بره. تمام. بدون اي وسيط داخل مصر. بدون اي وسيط داخل مصر. والحمد لله رب العالمين مشى الحال، وبعدها بكام يوم رد لي خبر ان هم موافقين وعايزينك. وتمام. بعتوا لك بقى لفتره الاعاشه بعتوا لي دعوه من النادي رسمي وكل شيء تمام، وتذاكر يعني السفر ذهاب وعوده، كل حاجه تمام. طيب. على حسابك مجانا ولا على حسابك؟ لا لا لا، مجانا على حساب النادي. طب احنا بننوه برضه يا جماعه طبعا ان طبعا الاحتراف الخارجي، لان طبعا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا السفر للكويت، السفر لقطر، السفر لفرنسا، السفر للبرازيل، السفر للمكسيك، دول كتيره زي ما انت عايز. مزبوط. تمام. احنا بنتكلموا دلوقتي من خلال برنامجنا ان طبعا ما فيش الكلام ده، سافر بمبلغ طائل او بمبلغ كبير ما فيش الكلام ده، ده وهم ونصب. ولكن الصح والجيد اللي انت فيديوهاتك بتعرضها على وكيل لاعبين موثوق فيه في مصر، بيبعتها لوكيل زميل داخل الدولة الموجودة او الدولة اللي بره، وبيعرض الفيديو بتاعك زي ما شفنا النموذج ده، بناء عليه استدعوه او عملوا له دعوة وبعتوا له تذاكر السفر الذهاب وعودة بدون مقابل. لكن هات تذاكر السفر، هات 40,000 جنيه 50,000 جنيه، بنسمعه متاهات على تواصل الفيسبوك والانترنت والتواصل الاجتماعي، بنسمعه متاهات ووهم، وطبعا مش عارف اوصفها ازاي للاسف الشديد، لانها ظاهره انتشرت انتشار سيء، والثقه واللعيبه سافرت قبل كده، سافروا وجم، الاقامه بتاعتها انتهت، وصلوا بمصر بالسلامه والحمد لله، وكان وهم وليس احتراف. اتفضل. مظبوط يا كابتن. نكمل حديثنا. طبعا بعت لي رسمي كل شيء تمام. بالدعوه متوثقه، ورحنا الخارجيه وثقناها وكله تمام. تمام. فرحت قعدت يومين في الفندق، بدات انزل فتره المعايشه معاهم على حسب الاتفاق، عملت الكشف الطبي وكله تمام والحمد لله 100%. بنبدا بنتفق بقى ايه على العقد، بس طبعا حصل ازمه في موضوع الكورونا ده، عمل مشكله، والكوفيد 19 ده عمل مشكله وعكس السير يعني، كل حاجه اللي انت كنت حاططها براسك اتغيرت. تمام. تمام.
فكانت فكره يعني انا كنت مرجعها من البدايه، بس سبحان الله يعني، وده نصيب وامر الله، فما فيكش تعمل اكتر من كده. فخلصت الفتره، والسنه دي خلاص كانوا بيتكلموا معايا. طب احترفت في مكان اخر ولا كان الانصار اللبناني فقط؟ لا لا، جات لي انديه كتير يعني. تمام، جات لي كتير. انت مهاجم جيد بقى. لا. طب نزلت مصر يعني، رحت فين او النادي ايه اللي خدك او لعبت فيه كبدايه ولا لما نزلت؟ لا لما نزلت بقى. انا حاليا يعني من التجربه بتاعت الانصار اللبناني. لسه نازل، انا ما كملتش يعني 10 20 يوم، مش اكتر يعني. تمام. وطبعا الفيروس موقف النشاط هنا. طبعا. وحاليا برضو في لبنان، انا هناك كل المشكله ان هم كانوا متفقين على اساس ان هو الدوري هيبدا السيزون الجديد، بس طبعا قالوا لي ان السنه دي الدوري من غير اجانب يعني. تمام. فدي طبعا كانت صدمه بالنسبه لي، وكنت عامل حسابي ان انا. طب دلوقتي احمد، بالنسبه لي يعني بدايه جديده يعني، انت دلوقتي جات لك عروض داخل مصر ولا؟ والله يا كابتن، هو في كام نادي يعني، في كابتن الكبار كابتن ياسر عبد الواحد، الكابتن حبيبي كابتن نادي المنصوره، وحاليا ماسك المنصوره، كان مكلمني قبل كده برضه، في الزرقاء وفي غزل دمياط. تمام. لعبت فيهم قبل كده وكلموني يعني، بس انا صراحه حابب ان انا اكمل في موضوع الاحتراف يعني. انا شايفها فكره كويسه، ونفسي كل الشباب يركزوا ان هم ياخدوا فكره يعني الاحتراف خارج مصر، حاجه كويسه وهتفيده في اسمه وتاريخه، والمصر برضو اكيد طبعا فايده جامده. طبعا طبعا انت معاك بطاقه دوليه، طبعا دي حاجه برضو ميزه وحاجه كويسه، بتشرف يعني. اكيد طبعا. بالنسبه كابتن محمد، شكل مسابقات الناشئين هذا الموسم ايه رايك فيها دلوقتي؟ الجمهوريه الف هتلعب جمهوريه الف، والجمهوريه ب هتلعب جمهوريه في ب مع انديه الممتاز فقط، اما القسمين الثالث والرابع هيلعبهم في دوري منطقه. ايه رايك في شكل المسابقات الجديده؟ هو شكل يا كابتن جيد، كويس لحد ما، كويس. تمام. هو لحد ما شكل كويس. تمام. مش وحش يعني. طب المواليد برضو ايه رايك في المواليد يعني، ال 99 وال 2001 وال 2003 وال 2005 او ال 2006 عشان ما زالت ثائر؟ بالنسبه للمواليد في ايه يا كابتن؟ بالنسبه للمواليد ديت يعني، ظلموا مواليد اخرى ولا هي المواليد دي كويسه؟ هي لا، هي بالنسبه للمواليد كويسه، فهم يعني ايه المواليد ديت من 99 و2000 واللي انت قلت عليه ده كويس، مش طيب يعني. معانا مكالمه هاتفيه للكابتن احمد هلال مدير قطاع البراعم بنادي كوكا كولا الرياضي. اهلا وسهلا كابتن احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك كابتن احمد؟ حضرتك الحمد لله. اخبارك كابتن احمد؟ الحمد لله قلبي وزي حضرتك، وبمسح على حضرتك وبمسح على الضيوف. الله يخليك، ربنا يخليك. بالنسبه لي طبعا بنبارك الاول طبعا وجودك في قطاع البراعم بنادي كوكاكولا احد انديه الممتاز به طبعا، وفي طفره في ناشئين وبراعم نادي كوكاكولا. ايه اخر التطورات والمستجدات الجديده لهذا القطاع؟ والله يعني الحمد لله، احنا انا متابع طبعا، متابع من الموسم اللي فات. تمام. بس قبل ما تتطرق لاي كلام، انا بشكر طبعا كابتن معروف عثمان وكابتن حسام نعينع، الناس اللي كانت على يعني، لا ناس محترمين، الكابتن معروف والكابتن حسام نعينع من الناس الممتازين في المجال يعني. يعني انا حتى هم لما عرضوا عليا العرض انا ما فكرتش تقريبا يعني. تمام. فطبعا دي انا بشكرهم من خلال حضرتك على الثقه الغاليه ديت، واتمنى ان انا اكون على قدر من المسؤوليه، وان انا اكون يعني اقدر ان انا اعمل حاله في الفتره اللي جايه ان شاء الله في قطاع البراعم، بالنسبه للقطاع محترم زي قطاع كوكولا ان شاء الله. ومعايا ناس محترمه برضو، عشان برضو ما انساش حد، برضو الكابتن عماد كريم والكابتن عادل دغيم ان شاء الله يكونوا معانا في الموسم الجديد. تمام. الناس المحترمه والناس الكفاءات، ومعانا برضو مجموعه شباب ان شاء الله تكون نواه محترمه للقطاع المحترم. ملعب التدريب فين يا كابتن احمد؟ في كفر الزيات. تمام. عشان كفر الزيات ان شاء الله. تمام. ده يعتبر هو الملعب المتاح حاليا، لحد ما نشوفه بس ربنا يسهل الحال كده والدنيا تتفك شويه، نشوف الدنيا هتمشي ازاي. ان شاء الله ان شاء الله كابتن. وان شاء الله يعني ناويين نعمل حاجه محترمه. انا قدمت طبعا صوره تخيليه للموسم للكابتن معروف. تمام. وان شاء الله نقدر
يعني نكمل على خير باذن الله، وربنا بس يتكعب من عنده كده، وان شاء الله يكون خير باذن الله كابتن احمد. ان شاء الله كل التوفيق طبعا والنجاح لقطاع البراعم بنادي كوكا كولا بقياده الكابتن احمد هلال. شكرا جزيلا كابتن احمد هلال. طبعا معي طبعا اللاعب الجيد اللاعب احمد فوزي السيد ابو طالب مواليد 2002. ابو حميد عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام. قول لي كده مركزك ايه يا احمد كده في انا بلعب هاف ليفت وهاف رايت، واحيانا بلعب بلاي ميكر. تمام. طيب الانديه اللي انت كنت متواجد فيها؟ انا بدات في بدات في نادي البنك الاهلي، لعبت سنتين في دوري الجيزه. تمام. وبعد كده لعبت في نادي بورتو السويس. وقدرنا ناخد بطوله منطقه السويس مع الكابتن محمد فتحي. تمام. بعد كده السنه اللي فاتت مع الكابتن محمود حنف في نادي مدينه نصر. كابتن محمود حنف من الشخصيات المحترمه. طبعا حاليا تم انضمامك وتوقيعك للعقود، يا ريت لو صور العقود موجوده نعرضوها على الهواء مباشره زي ما وعدنا اللاعبين. طبعا توقيعك للعقد طبعا دي حاجه كويسه، انت 18 سنه يعني لعيب جيد وطبعا منتظم منك. هي طبعا صوره احمد فوزي السيد ابو طالب مواليد 2002، لاعب جيد جدا مميز من اللاعبين المميزين في قطاع نادي الزهراء الرياضي، وتم تحرير عقود له 4 نسخ عشان الناس اللي بتمضي واحده بس وبتشتغل الناس للاسف الشديد، لا التوقيع على 4 نسخ زي كلنا ما احنا عارفين في الدوري الممتاز اذا كان الف ولا ب. ده اللاعب احمد فوزي اللي تم انضمامه وتوقيع العقود بنادي الزهراء الرياضي. طبعا قول لي احمد بالنسبه لبدايتك كانت في نادي بورتو في البنك الاهلي. في البنك الاهلي دي كانت كان عندك كام سنه بقى؟ كان عندي 13 سنه دور البراعم. انت بادئ وانت صغير قوي. أيوة. كويس تمام. ولعبت سنتين كنت بشارك بشكل اساسي يعني. تمام. وفي بورتو السويس نفس الكلام، بس كان دوري صعب شويه. في دوري بطوله السويس كنا بنسافر السويس كل اسبوع، ماتشاتنا كانت في السويس. تمام. بعد كده في مدينه نصر، انا هنا الدوري في المركز الثالث مع الكابتن محمود حنان. تمام. دي برضو حاجه كويسه يا ابو حميد. قول لي احمد بالنسبه للاحتراف الخارجي، طبعا في بعض المميزات وبعض العيوب، نذكر بقى المميزات وبعدين نذكر العيوب. هو مبدئيا يا كابتن هي ميزه في حاجات كتير يعني. تمام. يعني لو هتيجي تتكلم على السلبيات هي حاجات بسيطه. تمام. ممكن تتعدى. قليله يعني. بالظبط، ممكن تتعدى بالصبر عليه. بالصبر والالتزام. بس هو كل المطلوب منك كلاعب الالتزام، انك تعمل اللي عليك، تنام كويس، تاكل كويس، تمام. بس وبعد كده بقى انت بتعمل اللي عليك وربنا بقى ان شاء الله. طبعا مش نصيب طبعا لان انت من اللعيبه الجيده، شفت لك فيديو بالامانه حاجه كويسه احمد، ومن لعيب جيد جدا، وعايزين بقى تكون متواجد معانا ان شاء الله في الدرجه الاولى معانا كذا نادي الحمد لله ممتاز بيه ان شاء الله كابتن. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله نكون في تحت الاضواء ان شاء الله. كابتن تريكا بالنسبه لشكل المسابقات الناشئين، قول لي بقى بال 99 يعني تواجدها للموسم ايه؟ يعني كان ال 98 السنه اللي فاتت اتلغى، لكن 99 موجوده حاليا، ايه رايك في القرار ده؟ قرار جيد طبعا، وجود مرحله جيد جدا يا كابتن والله. طيب. يعني احنا كنا زعلانين على مواليد 97 و98 ان هم اصلا بس حلاوتها ان في الاتحاد المصري لكره القدم قرر نزول 3 لاعبين حد اقصى 3 لاعبين يشاركوا مع مواليد 99 في دوري الجمهوريه. تمام يا كابتن. طيب صح. تمام. هو القرار ذات نفسه بصراحه قرار رائع، لان حرام هنظلم لعيبه كتير قوي، ولاعيبه كتير هتمشي من انديه كبيره دوري ممتاز وممتاز اللي هو مواليد 99 ومواليد 2000، ان اللعيبه دي هتروح فين؟ تمام. في لعيبه كتير هتتشرط، فبصراحه هو قرار رائع جدا وقرار محترم من الوزاره بصراحه، ومن الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكره القدم. تمام. مش عارف حاجه مسك حبيبي. قول لي يا احمد بالنسبه لتطلعاتك بقى في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله، حابب تكون ايه وفين كده ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني انا طموحي يكون في العب في النادي الاهلي ومنتخب مصر. تلاوي ولا ايه؟ طب كويس ماشي. حاجه على فكره حاجه منتخب دي حاجه خلي بالك يا كابتن حاجه تفسدنا بصراحه. هو انت اهلاوي انت كمان؟ طبعا كلنا اهلاوي يعني مش لازم نلعب صعب يعني. كابتن احمد كابتن احمد الاهلاوي طول عمره يعني ما احنا كل الانديه بنحترمها، بس الاهلاوي طول عمره دم محامي محترم. دم محامي. لا مش كده، انا مش كده والله. لا طبعا تريكا برضه حضر معايا فتره برضه فكره يمكن من سنتين كنا مع بعض قبل هو ما يحترف بره. ان شاء الله باذن الله كده نشوفه الانديه كلها، اهلي وزمالك واسماعيلي، ونلاقوا دوري قوي ودوري فعال ودوري مفرز للاعبين لمنتخب مصر طبعا، وده الاهم طبعا لان منتخبنا بيمثل مصر كامله، وان شاء الله نلاقوا لاعبين مميزين. احمد فترتك بقى تطلعاتك في الفتره المقبله ان شاء الله باذن الله هتكون ازاي؟ والله يا كابتن هو في كام حاجه في دماغي يعني. هو
يعني متوقفه طبعا النشاط بكل ما فيه، لسه بادئ النهارده او امبارح يعني الدوري. تمام. فلسه طبعا الواحد عايز يعمل فتره اعداد يرجع تاني، هيفكر بقى يكمل يحترف بره، يشوف انه الارجح الوضع ايه والافضل ايه. مظبوط. هي طبعا انت معاك بطاقه دوليه، فليك معايا بطاقه دوليه كويسه برضه. طبعا حلاوه العقود بيكون يعني حلاوه توقيع العقود بيكون بالظبط، يبقى لها ميزه برضه. هو كبدايه من اول ما رحت الاردن هناك نادي شباب الاردن، يعني كان الكلام ده من سنه 2017 تقريبا، دي كانت اول فكره الاحتراف يعني. تمام. طبعا بيطلع لك البطاقه الدوليه، معامله غير، بتروح الاتحاد هناك بتوقع بكل ادب وكل احترام. آه طبعا حاجة نضيفة، حاجة غير يا كابتن صراحه الاحتراف غير، وانا بتمنى ان اي لاعب يحط الـ 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 الاحتراف اول خطوه بحياته، اول بس على الطريق الصحيح. مظبوط. على الطريق الصحيح. مظبوط. مظبوط. مش على النت والفيسبوك وانا اصفرك كل شيء. يا كابتن هو لازم يركز ويشوف طموحه ازاي ويمشي صح، يتواصل مع حد من نادي دغري. طيب قول لي كده يا احمد، بالنسبه بقى انت عايز تسافر ان شاء الله كده ولا طموحاتك الاهلي بس محلي بس؟ هو محلي اكيد الاهلي، انما بره في فرق كتير بحبها. تمام. طبعا بس بحب نادي تشيلسي جدا يعني في الدوري الانجليزي. تمام. بس طيب في الختام كده قبل ما اختم كده، يعني حابب تشكر مين بقى اللي هي اولويات الشكر عندك؟ طبعا احب اشكر والدي طبعا. تمام. والدتي واهلي واصحابي وحبايبي كل دول مع راسي وتعبوا معايا كتير. تمام. وفي كباتن معينه طبعا، الكابتن ياسر عبد الواحد ده من الكباتن بجد بجد لو فضلت اشكر فيهم لبكره. مش هكف، بحبه كاب وكاخ كصاحب يعني، شخصيه محترمه جدا اكيد طبعا، ان هو بجنبك ووصلك. مظبوط. مظبوط. والكابتن حربي سالم برضو شخصيه محترمه. في كباتن كتير صراحه مش عايزين ننسى حد ان شاء الله، بس شخصيات محترمه يعني ان شاء الله. كابتن تريكا بقى تحب تشكر مين في ختام هذه الفقره؟ والله حابب اشكر حضرتك منور يا كابتن احمد. الله يخليك. طبعا ان انت من الناس اللي انا اتعاملت معاها من سنين يعني، ومع بدانا كره القدم كان على يدك في مدرسه الكوره. وطبعا اشكر والدي ووالدتي، تعبوا معايا كتير برضو في شغلي وسفري لما سافرت بره ولعبت بره. ربنا يوفقك. وفي شغلي حاليا دلوقتي برضو متحاملينك حاجات كتير مني. تمام. واهلي واهل حتتي وكل الناس ان شاء الله باذن الله. وانت احمد بقى بتحب تشكر مين وتوجه الشكر الخاص لمين بقى؟ اكيد لحضرتك في الاول على الاستضافه الجميله ديت، وبشكر والدي طبعا ووالدتي دايما في ظهري بيحفزوني، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام. هنطلع لتقرير من دوره او ختام نهائي دوره حزب الوفد المقامه بمحافظه البحيره على استاد دمنهور، وطبعا بعض المداخلات مع اصحاب او الرياضيين المتواجدين في هذا العرس الكروي. طبعا هنطلع لهذا ونستقبل ضيوفنا الكرام في الفقرة الثانية. وسعدنا ان يكون الكابتن معانا، كابتن محمود الازاز، تاريخ البحيره في كره القدم واقدم لاعبي محافظه البحيره في كره القدم. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا ابو الكباتن، ومنور دمنهور ومنورنا في هذا اليوم العظيم اللي احنا بنشهده النهارده. لاخويا وحبيبي الاستاذ احمد فواز اللي استضافني ساعه بحاله على الهواء في قناه النهار. احمد فواز حبيبي، وانت محمد صلاح، وانت انتوا مجموعه جميله حلوه، مجموعه تشرف البحيره بامانه والله. وانا متابع الاستاذ احمد في المشروع بتاعه اللي هو بتاع المدربين والانديه بتاعته ديت، ومتابعه فيها يعني كويس، وربنا يوفقه لان ده راجل وطني. احمد الفواز يسوي راجل وطني، يحب اهله ويحب الناس، يحب بلده. فاهلا بيك في البحيره هنا، ناس كويسين، ناس محترمين، بيعملوا صالح البلد وبس. النهارده حزب الوفد النهارده عامل لنا برنامج، انا يعني
يعني انا سعيد بيه سعاده انت مش متخيل. انا سعيد قد ايه النهارده والمره اللي فاتت، بس المره دي اكتر، لان انا شايف لعبتي على مر 35 سنه كل من هو في الملعب دولت لعبت كلهم، اي واحد داخل الملعب وخارج الملعب لعيب انا مربيه في ضمور هنا، سواء نادي دمنهور او نادي حناوي او نادي الميه، كلهم مفيش واحد اسمه مش طالع من تحت ايدي. وعلى اساس كده وفي دخلتي هنا تشوف اللعيبه هم طالعين يجروا عليها كده، يعني حاجه تفرح. فانا بنشكر حزب الوفد ودايما افعال حزب الوفد ان هم جمعوا لنا هذا الجمع الكبير، كل لعيب معظم لعيبه دمنهور يوم النهارده بيشاركهم في هذا الاحتفال الكبير المجيد. لانه طبعا زميلي الاعلامي احمد فواز ومشاهدي جماهير ملاعب بلدنا سعدنا من داخل الاستاد دمنهور واستكمال الاقلاعات النهارده يكون معانا الباشمهندس عباس الشرقاوي رئيس حزب الوفد البحيره. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا سعادتك، شرفت البحيره وشرفت الملعب النهارده وشرفت النهائي. الدورة فكرتها جت ان احنا مؤمنين ان الشباب هو المستقبل، وتعليمات مستشار بهاء ابو شقة ان احنا نعمل زخم للشباب ونرجع حزب الوفد البحيرة تاني. معروف في الدنيا كلها ان محافظة البحيرة محافظة وفدية من ايام اللي هو عبد المنعم حسين والمرحوم خيري خلج والحاج اسماعيل الخولي رحمة الله عليه. حزب الوفد في البحيرة له اثر كبير جدا في نفوس الناس، وعشان كده احنا عملنا اللجنة الرياضية من قدامى لاعبي محافظة البحيرة اللي لعبوا في معظم الأندية اللي طلع الجيش والاتحاد والأولمبي ودمنهور، والنهاردة زي ما انت شايف هما النهاردة بيعملوا ماتش قدامى اللعيبة مع بعض هما، والنهائي بعدين ان شاء الله. بنرجع حزب الوفد للشارع تاني، وان شاء الله حزب الوفد راجع بقوة. بمناسبة انتخابات الشيوخ برضو حضرنا النهاردة المرشحي حزب الوفد النهاردة الثلاثة اللي هما على الفردي، ومرشح القائمة الوطنية اللي هو المستشار سعيد ضيف الله، ومعاه الأستاذ ياسر القلتاوي مرشح حزب الوفد الشبرخيط، وأستاذ عمر عرفات مرشح حزب الوفد في تل بارود. إن شاء الله يكون لحزب الوفد نصيب جدا في الفرد إن شاء الله بإذن الله. الأول بسم الله الرحمن الرحيم. إسلام المغربي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور. النهارده اللجنه الرياضيه بتحتفل بالتاسيس بتاعها. عملنا دوره رياضيه محترمه جدا ضمت 26 فرقه على مستوى محافظه البحيره. تكريما للمرحوم كابتن محمد علوش عملنا فرقه باسمه، والحمد لله النهارده هي وصلت للنهائي. الاول النهارده ماتش قدام اللاعبين بيلعبوا بعض الاول. احنا اللجنه الرياضيه مكونه من 40 لاعب كابتن لدمنهور. لا الكباتن اللي موجوده النهارده في اللجنه الرياضيه كلها كانت في الجيل الذهبي بتاع دمنهور، تمام. الحمد لله كلهم لعبوا في نادي الكروم والسكه الحديد، اهلي زمالك محله شرقيه للدخان، لعبوا في كل الانديه. ومعانا فرقه ناس محترمه جدا من السله، معانا من الطايره، معانا من كل الالعاب. دي يعتبر اول لجنه رياضيه اقليميه على مستوى الجمهوريه تكون قويه بهذه الامكانيات. الحمد لله حزب الوفد بدأنا نمشي بخطوات ثابته تحت رعايه المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد. سعيد ضيف الله مرشح قائمه غرب الدلتا القائمه الوطنيه وعضو الهيئه العليا لحزب الوفد. اولا انا بتشرف بيكم في وسط اهلي وناسي، واحب اوضح لحضرتك بان حزب الوفد قام بتشكيل اللجنة الرياضية لأول مرة في تاريخ حزب الوفد في محافظة البحيرة. ثانيا النهاردة بنعمل احتفال باحتفالية وصول فريق المرحوم معلوش وفريق عثمان، وهما الاثنين من أبناء البحيرة. وهذه اللجنة الرياضية لحزب الوفد تضم 40 بطل رياضي من أبناء محافظة البحيرة لهم بصمات تاريخية في كافة نوادي مصر. زميلي الإعلامي أحمد فواز يسعدنا من استاد دمنهور ومن دورة حزب الوفد النهاردة المقامة داخل استاد دمنهور، يكون معانا نجم من نجوم كرة البحيرة وابن مدينة كفر الدوار الكابتن أحمد أبيل. أهلا بك كابتن. أهلا بك كابتن إسلام، وأهلا بكابتن أحمد فواز، وكل سنة طيبين. طيب ابو الكباتن، طبعا عايزين نعرف بقى من حضرتك الدوره وحزب الوفد، وايه حكايه حزب الوفد معاك النهارده؟ والله يا كابتن انا لقيت كابتن خالد النجم، طبعا ده كان لعيب عندي في منتخب بحيره، اتصل عليا وهي اصل العيله عندنا هي وفديه بطبيعه الحال، فهي جت بالصدفه.
فاختاروني من ضمن اللجنه الرياضيه في الحزب الوفد على مستوى المحافظه. ودي حاجه كويسه لان انا شفته النهارده ده، يعني انا الاسبوع اللي فات جيت وشفت الناس بقالي سنين ما شفتهاش. فهي جمعت مجموعه من الرياضيين على مستوى المحافظه، مجموعه ممتازه جدا جدا جدا، اغلبتها لعيبه دوري ممتاز، واللي لعب منتخبات بحيره، واللي لعب هنا واللي لعب هنا. فدي حاجه كويسه قوي 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 ان حزب الوفد جمع المجموعه دي، مجموعه ما كانتش تتجمع خالص. طب بالمناسبه بقى يا كابتن احمد بقى، كلمنا بقى عن تاريخك اللي ما حدش يعرفه. الله يخليك كابتن. والله انا طبعا احمد امين طبعا، ولعبت نادي الاتحاد السكندري، ولعبت نادي غزه كفدار بقيت عمري، واخد بالك، واتدرجت بقى، مسكت مدرب في قطاع الناشئين من سنه 90 لحد 93، من 93 الى بقى ما شاء الله كنت مع الفريق الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الاول طبعا بنشكر الكابتن احمد فواز على اهتمامه بالدورة وتشريفه لنا في ضمنهوف. طبعا احنا حزب الوفد من اقدم الاحزاب الموجودة في مصر، حزب عريق، حزب كبير، ليه شعبية كبيرة. طبعا احنا بنشكر رئيس الحزب الباشمهندس عبد الباسط الشرقاوي، ونائب رئيس الحزب استاذ اسلام المغربي، على دعمهم للجنه الرياضيه وتقديمهم كل التسهيلات اللي احنا طلبناها منهم عشان اقامه الدوره الرياضيه الكبيره اللي احنا ورجعنا لكم مره اخرى. طبعا ده كان تقرير من محافظة البحيرة، وطبعا الختام النهائي لدوري أو دورة حزب الوفد التي كانت مقامة على استاد دمنهور الرياضي. طبعا في الفقرة الثانية انضم إلي الكابتن زيزو الضبع، طبعا مدير تسويق لناديي الزرقاء ونادي مالية كفر الزيات. أهلا وسهلا كابتن زيزو، منورنا كوتش. وطبعا ومعي اللاعبين الجيدين، حارس المرمى الجيد اللاعب خالد الشريف مواليد 2004. اهلا وسهلا خالد. اخبارك يا حبيبي، عامل ايه؟ تمام. ومعايا اللاعب مازن محمد بصل، اللاعب الموهوب، لاعب مواليد 2005. اهلا وسهلا معاك، عامل ايه يا حبيبي؟ كويس يا مازن؟ تمام الحمد لله. ماشي يا مازن. طبعا في البدايه برحب بضيوفي كابتن زيزو، بتكلم على تسويق اللاعبين وبالاخص في الانديه الدوري الممتاز، لان الوضع اختلف. كان الاول بيتلعب دوري ممتاز، يتلعب مع الدرجه الثالثه والرابعه ومراكز الشباب، لكن اتحاد الكره دلوقتي قال لك الممتاز الف ليه دوري جمهوريه، والممتاز به ليه دوري جمهوريه. اما انديه القسمين الثالث والرابع يلعبوا دوري منطقه مع مراكز الشباب. ايه رايك في هذا القرار الجيد؟ الله، حضرتك اتحاد الكره ليه تنظيمه تمام، وفي كل حاجة يعني بتكون مدروسة يعني في كل الأوضاع، سواء من وزير الشباب أو من اتحاد الكورة وكده. تمام. فكل حاجة بياخدوها طبعا لازم يكون في استشارة، في اجتماعات، حاجة مدروسة يعني في كل حاجة. تمام. يعني دي برضو حاجة جيدة. طيب، حاجة كويسة بالنسبة للدوري الممتاز. أكيد إنه كله ما فيش حاجة تبدأ مع بعض. لازم كل، سواء الممتاز أو الممتاز ب، كله حاجة لها تنسيق. مثلا كل، سواء الممتاز ألف هيبدأ الأول، الممتاز ب بعدها ب 15 يوم كده 14 يوم. إن شاء الله بإذن الله يكون موسم طيب بإذن الله. معي في اتصال تليفوني الكابتن محمود حنفي، المدير الفني لمواليد 2001 والمشارك بدوري الجمهورية ممتاز به بنادي الزرقاء الرياضي. أهلا وسهلا كابتن محمود. السلام عليكم كابتن أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبارك إيه؟ ازيك كابتن احمد، ربنا يخليك. والله الحمد لله تمام. الحمد لله. كابتن محمود، قول لنا كده بالنسبه للفريق 2001 والمشارك بدوري الجمهوريه الانديه الممتاز به بنادي الزرقاء، ايه اخر الاستعدادات واللاعبين الجدد؟ والله كابتن احمد، يعني الحمد لله نادي الزرقاء نادي معروف ممتاز به، وان شاء الله دوري اللي هنشتري فيه الدوري الجمهوريه ان شاء الله. وانا كده كده عندنا مجموعه من اللاعبين الممتازين جدا 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 على مستوى عالي، من حتى من السنه اللي فاتت وانضموا السنه دي لينا، ومن ضمنهم اللاعب احمد فوزي اللي انت حضرتك في اول البرنامج. ده لعيب جيد فعلا. لعيب كويس جدا، لعيب هاف ممتاز ممتاز، يعني السكور بتاعه عالي ومع بعض اللعيبه الممتازين
وان شاء الله باذن الله عملنا استعداداتنا ان شاء الله بعد العيد هنبدا باذن الله ان شاء الله وربنا يوفق باذن الله ان شاء الله. طيب بالنسبه كابتن محمود البدايه بعد العيد مباشره، التدريب هيكون في القاهره ولعب المباريات دوري الجمهوريه طبعا، الانديه اللي هي مشاركه في الممتاز بيه الجمهوريه بيها كابتن امثال بتروجيت الداخليه بتروجيت الشمس الناصر الترسانه فرق مجموعه القاهره يعني يا كابتن محمود. والله مجموعة قوية جدا يا كابتن احمد ومجموعة ممتازة وفرق عالية ومستوى عالي وان شاء الله باذن الله احنا جاهزين بفرقة كويسة جدا مجموعة كويسة جدا هنقدر ننافس ان شاء الله. وبالرغم طبعا صعود برضو الاندية اللي في مجموعة القاهرة من القسم الثالث الممتاز به زي نادي بورتو السويس وطبعا نادي السكة الحديد القاهري وليس اسكندرية لان اسكندرية درجة رابعة لان طبعا ارينا منشور المشارك دوري سكة الحديد اسكندريه المشارك في بطولات الجمهوريه الدرجه الرابعه ملهاش مشاركات في دوري الجمهوريه يا جماعه خاص بالممتاز الف والممتاز ب. طبعا بنبارك نادي السكة الحديد بالقاهره بمدينه نصر طبعا صعود للممتاز به وطبعا ان شاء الله مشارك معانا في دوري الجمهوريه به. كابتن محمود بالنسبه لاهم اللاعبين كده انت يعني عندك كام لاعب كده مميزين بالنسبه في القائمه الاولى بالنسبه لفريق ال2001؟ والله عندي مجموعة ممتازة جدا يا كابتن احمد لعيبة على مستوى عالي جدا من ضمنهم احمد فوزي لعيب كويس جدا ومحمود زبادي لعيب كويس جدا تمام واسحاق لعيب كويس جدا عندي وعبد الله جمال عندي لعيبة ممتازة جدا جدا ان شاء الله السنة دي هنقدر ننافس بيها وناخد مركز ممتاز باذن الله زي السنة اللي فاتت ان شاء الله. كابتن محمود شكرا جزيلا كابتن محمود حنفي المدير الفني لمرحلة ال 2001 والمشارك بدوري الجمهورية به لأندية القسم الثاني بنادي الزرقاء. كابتن زيزو طبعا احنا كنا بنتكلم عن شكل المسابقات ودي حاجة جيدة بالنسبة لشكل مسابقات الناشئين ودي طبعا ميزة كبيرة بالمراحل الفردية متواجدة في دوري الجمهورية. والله حضرتك هو الثلاث اشهر اللي هم اخذناهم من الكورونا ده الصراحة يعني مش عاوز اقول لك ان اللعيبه على مستوى الجمهوريه على مستوى العالم تمام كانت ازمه يعني خلت جميع الانديه في حاله بس الحمد لله النشاط بدا يرجع تدريجيا تدريجيا سنه سنه يعني حتى الاصابات الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا وكرمه وعطفه ومنه علينا بدات تنزل في النازل الحمد لله رب العالمين. هو الحمد لله ده كله فضل ونعم من عند ربنا يعني في الاول وفي الاخر تمام. مازن بصل قول لي يا مازن كده اخبارك ايه تمام؟ الحمد لله. انت لعبت فينا مازن كانت البدايه فين؟ كانت في اكاديميه عندنا في البلد ليفربول وبعدين انا ليفربول سبتها شويه وبعدين جيت هنا اسكندريه قعدت في سموحه شهر بعدين التدريب انت لاعب الناس بتشكر فيك والمدربين بيشكروا فيك فانت مشكلتك بس اللي انت لاعب غضيب شويه عايزك تبقى لاعب كويس كده ها ان شاء الله ان شاء الله ماشي. وبعد ما قعدت في سموحه شهر بقى لا سبتها بعد ما قعدت فتره ما لعبتش تاني بعدين جيت هنا في التاج الحربي قعدت يومين بعدين قالوا مضيت للمصري مضيت للمصري بالصعيد وخدت الطعم والحمد لله كده ربنا وفقك. بالنسبه خالد المصري البورسعيدي أيوة. مضيت فيه ولا المصري السلوم؟ لا مصر بورسعيد تمام. خالد قول لي كده بالنسبه كحارس مرمى مميز ومتميز قول لي كده بالنسبه انت بدات حياتك فين؟ والله انا بدات حياتي في نادي سوهاج لحظه في الاخر رب انت اصلا من سوهاج بلديات يعني ماشي يا عم خالد في الاخر قعدت اسافر مع كابتن زيزو تمام رحت نادي شركه سكول ونادي فاروس وربنا كرمنا ويدنش. الوضع كان عامل ايه في نادي قاروس او فاروس ده؟ كان وضع سيء ولا وضع كويس؟ والله انا ما لعبتش فيه ما لعبتش يعني لكن انت شفت الوضع ما وقعتش تمام. طب بالنسبه لعبت انت في نادي سوهاج؟ لعبت في البراء ولا اتمرنت؟ لا لعبت في البراء واتمرنت تمام صوت. مدربك بقى كان مين؟ اللي مرنك بقى تمرين كويس اللي فضل عليك بعد ربنا؟ والله انا لعبت مباراه كلها. طيب احنا عايزين بقى في الموسم الجديد عشان انت لسه اول مره تشارك باين عليك عايزينك ان شاء الله تبقى لاعب جيد كده وحارس مرمى من الحراس المميزين والمتميزين. كابتن زيزو بالنسبه لوضعك كراجل مدير تسويق لانديه دوري ممتاز دلوقتي اللعيب المميز اللي انت عينيك شايفاه مميز
بتجيبه للنادي. طيب بالنسبه للعيب اللي هو 50 60% بتؤهله ولا بتجيبه على طول النادي؟ بنشتغل عليه الاول. تمام. بعمل له تدريبات في البلد في الصعيد. بنشتغل عليه مثلا حسبه شهر شهرين، بنشوف مستوى اللعيب في بندور النسب مثلا بنقيموه. تمام. اول مثلا ما يبقى جاهز بنحاول ان احنا نسكنه في نادي ممتاز او على حسب مثلا ريتمه او حسب لعبه او مكانه المميز في الملعب. تمام. برضو بيكون حاجه كويسه برضو. بنعمله مثلا اتصالات، بنودوه مثلا على الكباتن، معانا كباتن يعني في المنظومه بتاعتنا في اي تي سبورت على مستوى يعني على مستوى الاحترافيه. ان شاء الله باذن الله يبقى موسم طيب باذن الله. يا ريت تحضروا لنا صور الساده المدربين بنادي الزرع علشان نعرف تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه والاعلاميه بنادي الزرع الرياضي. بقول لي خالد كده، بالنسبه ليك حراسه المرمى، بتحب يعني لعب حراسه المرمى لمين؟ يعني حارس مرمى كويس جيد محلي بتحبه؟ انا الحارس المرمى المفضل لي حسام الحضري. حسام الحضري. طب وحاليا دلوقتي؟ برضه حسام الحضري؟ كابتن حسام الحضري برضه. طب وعالميا بقى؟ عالميا ارسن بيكت ليفربول. يا هذا انت مذاكر كويس قوي. وانت يا مازن بقى بتحب لعب محلي بقى كده؟ المحلي انا بحب عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. وبره اهلاوي برضه ولا؟ اهلاوي. تمام. وبره مفيش غيره. مصر كلها اهلاويه ولا؟ وانت يا خالد؟ اهلاوي. اهلا. وانت كابتن زيزو؟ اساس الاهلي. ايه الحكايه؟ هو كل اهلي ولا ايه؟ انا كنت عايز اسال. طب انا زملكاوي بقى. اللي طبعا قول يا مازن كده بدايتك. طب الصور نعرضوها طبعا الكابتن محمد طه المدير الفني المحترم الجيد 2003 ومعه الكابتن هاني، كابتن تامر الشاطر مدربا عاما من المدربين الاكفاء المدربين المميزين والمتميزين الكابتن محمد طه. طبعا ده تشكيل الاجهزه الفنيه بنادي الزرقاء الرياضي لموسم 2021. الكابتن محمود حنفي المدير الفني لمرحلة 2001 والمشارك في دوري الجمهورية. طبعا ده الإعلامي الكبير المعلق الرياضي الكابتن فريد الجزار، طبعا منسقا إعلاميا للقطاعين. طبعا احنا بنتابع معاكم تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه. يا ريت تحضروا لنا بقيه الصور كده سريعا في عجال عشان المدربين ما تزعلش بقيه المدربين. قول لي كابتن زيزو كده بالنسبه للاعبين المميزين اللي هم الجيدين، بتطلع بيهم على دوري ممتاز الف ولا ممتاز به الاولاد تتفرم تحت شويه؟ والله حضرتك احنا في الصعيد في لعيبه على مستوى على مستوى كبير. الصعيد مدفون لعيب. تمام. بس مفيش اللي هو ايه، طبعا بالنسبه لنا احنا بنحاول ان احنا نظهر اللعيبه ده سواء في تدريبات او شغل عليهم على مستوى مثلا عالي. بنحاول مثلا ان احنا نشوف مثلا اللعيب اللي هو المميز فيه. تمام. ونحاول مثلا نعمل له مثلا اتصالات نظام في الشركه ونحاول ننسقه على اساس نودوه على حسب مثلا رتم اللعب. لو مستواه كويس ينفع ينزل معنا برضو شركه كابتن محمد فواز اسيا سبورت، طبعا بطاقه ضريبيه وسجل تجاري وعامل شغل كويس ومكتب محترم. طبعا الكابتن وجدي عليوة طبعا الاعلامي النشط ومن الشخصيات المحترمه العزيزه عليا انا شخصيا. كابتن وجدي عليوة طبعا منسقا اعلاميا. وطبعا الكابتن كريم احمد طبعا مدربا عاما لمواليد 99 مع الكابتن نور رأفت. كابتن رأفت نور الدين. كابتن كريم طبعا من الشخصيات المحترمه ومن المدربين الحمد لله الصاعدين الواعدين في مجال كره القدم باذن الله تعالى. طبعا يا ريت بقيه الصور. قول لي كده يا خالد، بالنسبه ل طموحك بقى في الفتره المقبله عايز تبقى تروح فين؟ انا في المحل نفسه العب في النادي الاهلي. حلمك اللي انت تلعب في النادي الاهلي؟ حلمي العب في النادي الاهلي. تمام. ويا ربنا كرمنا ان شاء الله احترفت بره نفسي العب في ليفربول ومانشستر سيتي. تمام. قول لي يا مازن، وانت برضو يعني حابب تلعب فين ان شاء الله باذن الله؟ انا الحمد لله اللي وديني ربنا فيه، بس انا نفسي الاهلي. ربنا رايد لك فيه. ربنا يوفقك يا رب. انا نفسي في الاهلي يعني عادي. اي نادي مشغلني عادي. الاهلي عادي ماشي. الاهلي ما فيه مش عادي. عادي مش ربنا يوفقك. طيب هنطلع لفاصل ونعود لكم في الفقرة الثالثة والفقرة الأخيرة ونعلن فيها تشكيل الأجهزة الفنية
والإدارية بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا في ختام هذه الفقرة بحب أشكر ضيوفي الكرام، الكابتن زيزو الضبع مدير تسويق أندية الدوري الممتاز به، وطبعا شكرا جزيلا كابتن زيزو، وطبعا الحارس الجيد الموهوب الحارس خالد الشريف، شكرا يا خالد. الله عليك كابتن. واللاعب المميز اللاعب الجيد اللاعب مازن بصل، طبعا من اللعيبه الجيدين اللي نتنبأ لهم بمستقبل طيب باذن الله. شكرا. شكرا. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفي الكرام في الفقره الاخيره وفقره مواهب على الطريق.